عايزين نستعرض جانب آخر بقى من صفقة القرن لانضمام كريستيانو رونالدو لفريق النصر السعودي. بينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ أدهم الشرقاوي الصحفي المصري في السعودية. أستاذ أدهم يا صباح الفل وسنة سعيدة عليك يا رب وعلى كل حبايبك. صباح الخير عليك أستاذ رجائي، أهلا بيك وأهلا بكل مشاهدي القناة الأولى المصرية. طبعا أنت بتشهد دلوقتي في السعودية يعني حالة من الحراك كده لاستقبال النجم كريستيانو رونالدو. بالفعل يعني منذ قليل تم الإعلان عن وصول كريستيانو رونالدو إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض. اليوم خلاص بقى الاثنين ان شاء الله الحادية عشرة مساء بتوقيت السعودية، العاشرة بتوقيت مصر، عبر طائرة خاصة ستضم عائلته عدد من مستشاري القانونيين والماليين. وفيما قررت إدارة نادي النصر برئاسة مسلي المعمر رئيس النادي على منع الاستقبال الجماهيري للنجم البرتغالي في المطار. ده كان هيكون استقبال تاريخي في تاريخ المملكة العربية السعودية. بالفعل، لكن سيكون هناك استقبال خاص للاعب في ملعب مرسول بارك الخاص بنادي النصر يوم الثلاثاء، في احتفالية خاصة لتقديم اللاعب يوم الثلاثاء مساء الثلاثاء في ملعب مرسول بارك. كما ستتم تقديم اللاعب أيضا في مباراة النصر والطائي الخميس المقبل بين شوطي المباراة في احتفالية أخرى في استاد مرسول. طب ده خبر مهم استاذ ادم، معلش انا اسف، دلوقتي يوم الخميس هو مش هيلعب ماتش نصر وطائي صح كده؟ هو هيتم فقط تقديمه ما بين الشوطين للجماهير. بالفعل، اول لقاء سيلعب فيه كريستيانو رونالدو سيكون لقاء النصر امام الاتفاق في 21 من شهر يناير الجاري في استاد الامير فيصل بن فهد. ده تصريح مهم. في الرياض 21 بالفعل. يناير اول ماتش، اول ظهور لكريستيانو رونالدو بتيشيرت نادي النصر السعودي، المباراه ما بين النصر وما بين الاتفاق. النصر والاتفاق ستكون في الرياض على استاد الامير فيصل بن فهد بالملز. اليوم ايضا تم نفاذ جميع القمصان الخاصه بكريستيانو ده طبيعي. رونالدو من جميع متاجر النصر الرسمية في مختلف مناطق المملكة. باع متجر النصر الرسمي 500,000 قميص يحمل الرقم 7. بكام القميص يا أستاذ أدهم؟ 122 دولار 459 ريال سعودي، وتقدم فقط نسخة أصلية من القميص دون أي نسخة خاصة بالجمهور. عشان أستاذ بس زملائنا في الاستوديو يحسبوا دخل لإدارة نادي النصر كم الفلوس؟ طبعا عارفين طبعا الفلوس دي ما بتخشش للنادي، اعتقد ليها نسبة تقريبا يعني. لا، المتجر خاص بنادي النصر. يعني كمان كل الأرباح رايحة ما شاء الله. بالفعل، نادي النصر بيستهدف بيع 2 مليون قميص من قمصان كريستيانو رونالدو، وبالتالي سيدخل ميزانية النادي حوالي 65 مليون دولار من بيع قميص كريستيانو رونالدو فقط، وبالتالي ستكون تلت ما سيحصل عليه كريستيانو رونالدو في العام الأول، وهو 166 مليون يورو سنويا في عقد سيمتد لعامين ونصف. طيب انت حضرتك قلت ان في استقبال ما بين الشوطين او الاعلان عن تقديم كريستيانو رونالدو بشكل رسمي ما بين شوطين شوطي المباراه اللي هتجمع ما بين النصر وما بين الطائي. هل في مراسم للاعلان؟ هل في مراسم للاستقبال او لاول ظهور بقى للدون كريستيانو رونالدو على ارضيه الملعب ووسط الجماهير، جماهير النصر السعودي؟ بالفعل، يعني الظهور الاول سيكون يوم الثلاثاء لتقديم كريستيانو رونالدو بحضور الجماهير. ده يوم الثلاثاء هيكون في الجماهير، مفتوح للجماهير مش فقط للصحفيين. مفتوح للجماهير يوم الثلاثاء القادم في ملعب مرسول بارك بجامعه الملك سعود بالرياض، وكذلك بين شوطي لقاء النصر والطائي. اليوم كان ازدحام شديد على المواقع الالكترونيه وكذلك منافس بيع التذاكر في نادي النصر للحصول على تذاكر مباريات النصر المقبله بدايه من لقاء الطائي. والحقيقه حتى اداره نادي النصر رفعت سعر عدد من التذاكر الخاصه
في اللقاءات المقبلة نظرا للزيادة الجماهيرية جدا في شراء التذاكر. كذلك هناك لقاء سيجمع بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي في الرياض يوم 19 يناير القادم، لقاء سيجمع بين نجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان في أحد فعاليات موسم الرياض والخاصة بهيئة الترفيه في السعودية، في لقاء جماهيري. وأيضا هناك لقاء بين رونالدو وميسي سيتقابلان، لكن هذه المرة ستكون في الرياض. صفقة كريستيانو رونالدو لم تكون الصفقة الأخيرة كما أعلن سمو وزير الرياضة السعودي الأمير عبد العزيز. يعني فيها مهامات كده بتقول أن يتوقع أن يكون سيرجيو رامو، أعتقد ميسي تقريبا، أعتقد أن سيرجيو راموس سيكون لاعبا نصراويا أيضا في الصيف المقبل بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان. نادي الهلال بعد انتهاء فترة إيقافه الحالية سيتقدم بعرضا رسميا في الصيف ليونيل ميسي ليختم الأسطورة ميسي حياته الرياضية في السعودية. كذلك نادي النصر قدم عرضا رسميا لنجولو كانتي نجم نادي تشيلسي المصاب حاليا لدعم وسط الملعب. وكذلك ايضا مودريتش سيكون صراعا نصراويا اتحاديا في الصيف القادم باذن الله. وبالتالي الدوري السعودي سيكون دوري النجوم على غرار الدوري الامريكي في السنوات الماضيه، وكذلك الدوري الصيني. كذلك هناك خبر جيد بالنسبه لكريستيانو رونالدو بالنسبه للجمهور المصري، وان كريستيانو رونالدو بعد نهايه عقده مع نادي النصر سيكون سفيرا للملف المصري السعودي اليوناني المشترك لتنظيم كاس العالم في نسخه 2030. اشكرك شكرا جزيلا ادم الشرقاوي صحفي مصري في السعوديه. انا عايز اقول لكم على حاجه، ناس بتفكر بهذا الاسلوب وهذا المنطق وهذا التخطيط، انا اعتقد ان هو الامر لا يعني لن يكون محدودا او محصورا بان هو بعد انتهاء عقده في 2025 مع نادي النصر السعودي، ان هو فقط هيكون متفرغا لتمثيل او ان هو يكون سفير لملف السعوديه لتنظيم كاس العالم. تماما، ما اعتقدش ان هو فقط هينحصر دوره في ده. انا اعتقده بشكل يعني كبير جدا، والآن ممكن تثبت ان كريستيانو رونالدو ممكن يكون السبب في احداث نهضة كروية في المملكة العربية السعودية تشهدها في السنوات القليلة القادمة. على اي حال، زي ما قلنا، شابوه للناس، كل الناس اللي هم كان ليهم باع وضلع في موضوع تعاقد مع كريستيانو رونالدو.